غزة ساحة قتل معلن. الاحتلال الإسرائيلي يصب جام غضبه على سكان القطاع العزل، يلطخ سماء المدينة بمزيد من الجرائم. في غضون ساعات تحولت غزة إلى حمام دم. إنها جريمة حرب جديدة يوقعها العدو. غزة قبر مفتوح على السماء، ليس الوقت وقت عد الشهداء، عداد الموت مفتوح وشره. سيسقط شهداء كثيرون، إنها حرب إبادة، إبادة شعب، حرب انتقام من كل ما هو فلسطيني. إنها محرقة هولوكوست في حق شعب أعزل اسمه فلسطين. الجلاد احتلال إسرائيلي مجرم، لا يكفي مصادرة أرض ليست أرضه، يريد محو أي أثر فلسطيني عليها عبثا. ولأنه احتلال مجرم، فإنه مثل اللصوص يضرب بليل. آلة القتل الإسرائيلي مقيتة، لا تفرق بين صغير وكبير، تستهدف الرجال والنساء، لا توقفها براءة الأطفال ولا دموع العجائز. إنه احتلال بغيض تستفزه كوفية الفلسطينيين وعروبتهم، يستفزه آذان وتكبيرات المقدسيين وأبناء غزة. محتل مبرمج على القتل، على الإبادة. بنادقه مليئة بالحقد، صواريخه ملطخة بالدم والعار، تصوب على كل حلم، تئد كل أمل في السلام. غزة جرح ينزف شهداء، الموت يأتي من كل مكان. أين المفر؟ كل الطرق تنتهي إلى قنبلة أو رصاصة. 8 أطفال وامرأتان يغلبهم النوم وسط ضجيج القتل، يغمضون عيونهم البريئة للمرة الأخيرة في وحشة الليل. ما الذي كانوا يحلمون به؟ وطن يلعبون فيه بلا خوف مثل باقي أطفال العالم؟ ربما. ليل مليء بالنجوم عوض نيران القنابل، لا أحد يعلم. صمت بارد يطبق على المكان، تزف أسماؤهم في قائمة شهداء جديدة. السماء قريبة جدا من غزة هذه الساعات، الحياة قصيرة جدا في غزة هذه الأيام، مع ذلك هي قديمة قدم التاريخ، لأنها مروية بدماء الأبرياء، دماء تحفر اسم فلسطين أكثر في ضمير العالم. ولمزيد من التفاصيل حول آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة تنضم إلينا من هناك مراسل التلفزيون دولة الكويت سعاد الإمام. سعاد، أهلا بك، وما هي آخر التطورات لديك؟ لا زال العدوان الإسرائيلي متواصل على قطاع غزة، والغارات الجوية تتواصل أيضا في هذه الأثناء. تم استهداف منزل لأحد المواطنين غرب مدينة غزة، منزل يعود لعائلة شملخ، بالإضافة استهداف مقر أنصار وهو أيضا يقع في وسط مدينة غزة. الساعات الماضية كانت هي الأسوأ في العدوان الأخير على قطاع غزة، حيث تم استهداف برجين سكنيين، الأول برج الجلاء والآخر برج القاهرة مشتهى، الذي يضم بجنباته عشرات الأسر الفلسطينية الآمنة التي أصبحت الآن في تعداد النازحين بسبب هدم قوات الاحتلال منازلهم وتسويتها الأرض. الطائرات الإسرائيلية لا زالت تجوب على ارتفاعات منخفضة جدا في سماء القطاع. منطقة شمال قطاع غزة تشهد تصعيد كبير في الغارات، هناك إطلاق قذائف أيضا من الدبابات صوب منازل المواطنين في المنطقة الشمالية. المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أعلن قبل قليل أن الإحصائية النهائية حتى هذه اللحظات للشهداء 145 شهيدا، من ضمنهم 41 شهيد من الأطفال وأكثر من 1100 إصابة. كما ناشد بضرورة العمل على فتح المعابر من أجل تزويد وزارة الصحة الفلسطينية بما يلزمها، خاصة وأنها تعاني من نقص حاد في الكثير من الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى أن عدد من الجرحى يحتاج إلى العلاج بالخارج. هذا هو مجمل الأوضاع حتى هذه اللحظة.
لكن سعاد، ماذا عن الوضع الإنساني والخدمات الخاصة خصوصا في ساعات القصف، خدمات طبية من الإسعاف وما إلى ذلك، خدمات التموين وأيضا الملاجئ التي يتوجه إليها، كيف هو الوضع الإنساني لديكم في غزة من هذه الجوانب؟ أيضا الصحة الفلسطينية قبل قليل حذرت من دخول الوضع الإنساني داخل قطاع غزة إلى أن يصبح وضع إنساني كارثي، بسبب أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف شبكات المياه والكهرباء والبنية التحتية، إضافة إلى أن المعابر مغلقة ولا يزود القطاع بأي من أنواع الوقود، فبالتالي الماتورات التي تعمل ومحولات الكهرباء التي تعمل على الوقود هي مهددة بالوقوف، مما يهدد المستشفيات من توقف العمل بها. أضف إلى ذلك بأن سكان قطاع غزة هم يعيشون تحت هذا العدوان وتحت هذا القصف المتواصل منذ 6 أيام، لا يستطيعون الخروج أو التجول أو التزود حتى باحتياجاتهم الأساسية، كل ذلك يضع الوضع الإنساني تحت دائرة الخطر. عشرات الأسر الفلسطينية هي الآن تذهب إلى مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التي فتحت 16 مدرسة لاستقبالهم ولاحتوائهم. هؤلاء الأسر أيضا هم في دائرة الوضع الإنساني الخطر، ناهيك أن جائحة فيروس كورونا لا زالت متواجدة في قطاع غزة، وكل ذلك يهدد الوضع الإنساني الصحي. هناك أنباء تتحدث عن ربما بعض الاتصالات الدولية للوصول إلى التهدئة، ولكن حتى هذه اللحظات لا يوجد أي تقدم في هذه المباحثات، والعدوان لا زال يتواصل ويتوسع لحظة بعد أخرى. سعاد الإمام، مراسلة تلفزيون دولة الكويت من غزة، شكرا جزيلا لك، وسنكون معك لاحقا للمزيد من التفاصيل ومتابعة هذا العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة وأيضا في الضفة الغربية المحتلة. شكرا لك سعاد.